يوجد بين ظهران المسلمين بل ومن ابناء المسلمين من يترك الصلاه في بيوتهم وفي اعمالهم وفي ملاعبهم علنا حتى يخرج جميع وقتها دون مبالاه او خجل، فلماذا لا يدعون الى التوبه لعلهم ان يتوبوا او يقام عليهم الحد الشرعي كما امر الله، وحتى تبرا الذمه منهم ولا يكونوا قدوه سيئه لغيرهم؟ لا ريب ان العنايه بالصلاه مهم، وان الواجب على جميع الدوائر وجميع الجهات ان تعتني بهذا، وعلى راس ذلك الحكومه وفقها الله، يجب ان تعتني بالناس حتى لا يضيعوا الصلاه التي هي امر الاسلام وتركها كفر، نسال الله العافيه. ويجب على المسلمين ان يتعاونوا، فالذي يعرف ان دائره او اي مكان ضيع فيه الصلاه يكتب عنه لنا وللهيئه وللدوله ولرئاسه المحاكم وغير ذلك، حتى يكون تعاون. اذا عرفت دائره او محلا يجتمع فيه لا يصلى فيه ضيع فيه الصلاه فاكتب جزاك الله خير لي مثلا تذكره، او لرئيس الهيئات او لرئيس المحاكم او لامير النائب وزير الداخليه او لامير الرياض او لمن تشاء حتى يحصل التعاون في هذه الامور العظيمه. نعم. لقد كثر الاداره بطلبها الصلاه، لكن ما يصلوا كل من الادارات على كل حال جاهدوا يجب الجهد.